لو انت جربت اي حاجه من الكريمات ديت وكانت نتيجتها كويسه او سلبيه معاكي طبعا اكتبي لنا في الكومنت عشان كل البنات تستفيد. انا تقريبا كده جربت كل مرطبات سيرافي اللي موجوده في الاسواق ونزلت في مصر، فانا اكتر حد هيديك ريفيو كامل عنهم كلهم باختصار وهقدر اقارن لك بيهم. المجموعه كلها فيها 3 انواع من السيرامايد وفيها هايلورانيك ما عدا الكريم الليلي فيه نياسينامايد. فهقول لك سريعا كده عن ريفيو كل حاجه فيهم. اللوشن قوامه خفيف، ترطيبه كويس للبشره الدهنيه، هو المفروض مخصص للبشره الجافه وشديده الجفاف، ما اعتقدش ابدا ان هو هيكون مناسب للبشره الجافه لانه خفيف جدا. هو كان حلو يعني، انا بشرتي مختلطه وكنت بستخدمه للبشره المختلطه وكنت بحس ان هو خفيف، طب ازاي ان هو هيرطب البشره الجافه؟ كنت بحس ان هو اوقات ممكن بيطلع لي حبوب تحت الجلد وبلاقي حبوب ظاهره على بشرتي. هو حلو كلوشن للجسم، وفي بنات برضو بعتت لي المشكله دي ان هو بيطلع لهم حبوب تحت الجلد. حلو جدا كلوشن لاي منطقه متضرره في جسمك عايزه تصلحي حاجز البشره، ده هيكون اللوشن افضل مثال. ولو انت بشرتك دهنيه جربت كمان اللي هو مخصص لاصحاب البشره الجافه، يعني مش عارفه ازاي اللوشن ده مكتوب عليه ان هو للبشره الجافه وشديده الجفاف ونفس الوقت الكريم ده للبشره الجافه وشديده الجفاف. اعتقد ان ده فعلا هو اللي مخصص للبشره الجافه وشديده الجفاف. فالكريم ده مثلا اتقل على البشره وهيكون حلو قوي للبشره الجافه والشديده الجفاف. انا كنت بستخدم ده في الشتاء كان حلو معايا، كنت بستخدم ده في الصيف. طب ازاي عشان ما تسالونيش، انا بشرتي مختلطه مايله للجفاف في الشتاء وهي مختلطه مايله للدهنيه في الصيف، فده اللي خلاني ان انا اجرب الاثنين دول مع بعض. انا حبيت الكريم ده قوي عن ده على بشرتي، ده حبيته قوي لجسمي عن ده كان للبشره، وده ممكن برضو تستخدميه لجسمك ما فيهوش مشكله. كمان في ميزه حلوه قوي في منتجات سيرافي ان ما فيهاش اي عطور تضايقك، فانت لو بشره حساسه باي نوع هتقدري ان انت تستخدميه. الكريم الليلي والكريم النهاري، بصي الكريم الليلي اللي هو فيه ميزه ان هو فيه نياسينامايد، شوفي اكلته تقريبا خلصته، عكس الكريمات الليليه اللي دايما معروفه ان هي بتبقى تقيله على البشره قوامها تقيل، انا ما كنتش بلاقيه قوامه تقيل خالص على البشره وكنت بحطه قبل ما انام بصحى بلاقي بشرتي فيها نضاره حلو قوي. يعني استخدم سيرم هايلورونيك وبعدها ده بس خلاص انا مش محتاجه لاي حاجه، وكمان بيغنيك ان انت تستخدمي مثلا سيرم نياسينامايد معاه. ده برضه خفيف مش تقيل قوي على البشره، بس فيه فلاتر الحمايه من الشمس بنسبه وعامل حمايه من الشمس 25، ده كنت بحطه ايوه بس مش مناسب ان انا احطه في الصيف، في الصيف هتلاقيه بيسود ومش هيبقى الطف حاجه ان انت تحميه، كنت بستخدمه مثلا في الشتاء. بصي خفيف ازاي، خفيف وفيه فلاتر، شوفي جميل خالص ازاي. بستخدمه على ايدي لو انا طالعه بالنهار واذا تتعرض للشمس، على رقبتي على ودني لو مثلا في الشتاء ممكن يبقى خفيف، لكن كصيف استخدمه كبديل للسان بلوك لا ما كانش هيبقى بديل. اوقات كنت بستخدمه كمرطب واحط بعديه في الصيف واقي شمس على طول وكان برضه بيديلي نتيجه كويسه، فانا حبيت دول قوي. اشهر كريم من نيتروجينا اللي هو نيتروجينا هيدرو بوست، وفي منه ده الجل، في منه نيتروجينا كريم. الجل المفروض ان هو مخصص للبشره الدهنيه والكريم مخصص لاصحاب البشره الجافه. برضو انا خلصته ما فيهوش اي حاجه خالص ولا حتى ان انا اوريك الملمس، بس ملمسه كان خفيف جدا وفي روايح، فانت لو بشره حساسه ما اعتقدش ابدا ان هو هيناسبك. عايزه افاجئك حاجه، ان الكريم ده كله سيليكون. طب هل السيليكون مضر للبشره؟ السيليكون مش مضر للبشره، بس هو بيعمل حاجز كده او طبقه من السيليكون تبدا تحبس الترطيب اللي جوه البشره، فانت عشان تستخدمي الكريم ده ويدي ترطيب هو مش هيديكي ترطيب، انت المفروض بشرتك اصلا تكون ترطيبها عالي وبتشربي كميه كافيه من الميه وهو بيلعب على الحته دي. رغم ان الدعايه بتاعت الكريم ده بتقول ان فيه هايلورونيك، هل هو فيه هايلورونيك؟ هو ما فيهوش اي حاجه من الهايلورونيك، بالعكس ده في اخر المكونات. فاعتمدي عليه كمرطب لو انت بتشربي ميه كفايه وترطيبك كويس، غير كده ما اعتقدش ان هو هيبقى حلو. هو مخصص لاصحاب البشره الدهنيه، مش هينفع ابدا للبشره الحساسه. انا هكرره تاني ليه ولا لا؟ ما اعتقدش برضو ان انا هكرره تاني، هو كان سعره وقتها 130، مش عارفه سعره دلوقتي حاليا كام. ده كمان اشهر كريم موجود اللي هو بيبانسن. بيبانسن ده مفروض ان هو مرطب ومكتوب عليه يرطب الجلد الجاف، رغم ان هو قوامه خفيف جدا، فكان في بنات يعني كان في ناس بتقول ان هو مخصص لكل انواع البشره. فتره من الفترات كان بيبانسن ده حلو جدا
وكنت بشتريه على طول. وفترة تانية قريب انا لقيته بيطلع حبوب تحت الجلد. هو فعلا انت ما تعرفيش هو مخصص لاصحاب البشره الجافه ولا اصحاب البشره الدنيه. هو قوامه خفيف جدا، ما فيهوش روايح، وسعره 75 جنيه وعيبه ان هو بسيط، كميه فيه قليله. فانا شايفه برضو ان الكريم ده واخد ضجه ودعايه كتيره زياده عن اللازم، وهو يعني ما يستحقش كده. في كريمات ارخص او بنفس السعر احلى، مش عارفه هو ما بيطلعش ليه. هو طلع هو الصب القوام بتاعه خفيف جدا، بصوا يعني البشره بتشربه سريعا، يبقى ازاي ده هيرطب البشره الجافه؟ ممكن يكون ترطيبه للبشره الجافه لان هو فيه شويه زيوت، فاوقات كنت بحطه على البشره المختلطه بتاعتي بحس ان هو بيزيد البشره لما اكون في الصيف. في الشتاء بما ان بشرتي مختلطه مايله للجافه ما كنتش بحس ابدا ان هو بيزيد البشره، بالعكس كنت بحس ان هو مش بيرطب البشره ابدا. وحاليا مش هكرر تاني ببانسن اشهر كريم مرطب، كريم ليلي من ايفون. الكريم ده من احلى الكريمات اللي انا حبيتها وجربتها فعلا من ايفون. كريم رغم ان هو ليلي بس ملمسه خفيف. شوفوا انا في الاول كنت متضرره منه قوي علشان في روايح عاليه شويه، وبعدين لما بدات استخدمه لقيته قوامه خفيف خالص. بصي قوامه خفيف، بيحسن من ملبس البشره جدا. مجرد ان انت بتحطيه بالليل بتلاقي ترطيب كويس، وسعر ومقابل الجوده كويس جدا. فمن الحاجات اللي انا ممكن اكررها. انا كنت بستخدمه كتير قوي لايدي، بعمل زي ماسك ليلي كده منه على ايدي، بلاقي ايدي ترطيب ونضاره تاني يوم مش عايزه اقول لك. فده من احلى الحاجات من ايفون اللي جربتها، وممكن ان انا اكررها تاني. لوريان هايلوران اكسبيرت ولوريان ريفيتالف، مشهور في الدعايه ان هو يعادل جلسات الليزر لنضاره البشره 3 مرات، وفي منه كريم للعين وفي كمان سيرم. الكريم ده كان صدمه بالنسبه لي لما انا اكون اقل من 30 سنه او يعني داخله على ال 30، والكريم الليلي ده المفروض ان هو مخصص لاصحاب العمر من اول 40 45، وما لاقيش نتيجه منه، والاقي ان انا دفعت فلوس على الفاضي. امال هيعمل ايه مع البنات اللي هي 45 و40 وداخله على 50؟ يعني حتى كمان بصي انا ما كملتوش وما خلصتوش زي بقيه المرطبات. هو تقيل وفي نفس الوقت بصي وخفيف، يعني بتحس ان هو بيزيد وبيدهنن على البشره ومش بيعمل اي حاجه. في نسبه عطور عاليه جدا جدا. انت المفروض سن 45 ده البشره بتكون بتتحسس بسرعه، فالمفروض ان احنا بنقلل شويه من الكريمات اللي فيها عطور. ده انا ما حبيتوش، ولا ليزر 3 مرات ولا الكلام ده خالص، ومش حتى بيملى البشره ولا بيدي نضاره ولا بيعمل اي حاجه. الكريم الليلي ده من لوريال، شوفوا قد ايه تقيل. انا حبيته ككريم ليلي، المفروض ان هو فيه هايلورونيك اسيد وبيرطب البشره كويس جدا. عيب منتجات لوريال فعلا ان هي فيها نسبه عطور عاليه، بتحسي كانك حطيتي برفان على بشرتك بشكل قوي. فانت لو بشره حساسه ما اعتقدش ابدا ان هو هيكون كويس. انا مش عارفه احط لكم فين تاني. بصي هو خفيف خالص اهو، تبداي تحطيه رغم ان هو ليلي بشرة بتشربه سريعا. فهو برضو كان حلو بس مش ان انا هشتريه تاني. يعني هو ده بالنسبة لسعره وبالنسبة للمكونات احلى كتير من ليزر اكس 3 ده. جبت كمان منه الكريم النهاري اللي هو ده. الكريم النهاري ده بقى كان بالنسبة لي بشع. هو المفروض ان هو فيه عامل حماية من الشمس 20. عامل حماية من الشمس 20 ده مش هيعمل اي حاجة حتى في الشتاء، يعني انا ما حبيتوش رغم ان في ريفيوز كتير بتقول عليه حلوه، بس الصراحه انا ما حبيتوش وما خلصتوش. شوفوا بيجير على البشره، بيدهنن، بيسيب طبقه تضايقك، بيوعد ان هو بينعم شويه الخطوط الرفيعه في البشره. هو ما بيعملش اي حاجه من الحاجات دي خالص، ومن الحاجات بصراحه اللي انا مش هكررها. يعني انا ممكن اكرر النايت كريم لكن مش هكرر ابدا الكريم النهاري ده. بصي ممكن ان انت تحبيه لو انت سنك صغير، لو انت مثلا 20 سنه هيبقى حلو تحطيه وانت نازله، بس يعني عامل الحمايه 20 ده عامل قليل جدا، مش هينفع ابدا معانا في الشمس الحارقه اللي احنا بنعملها اللي موجوده عندنا دي. احلى كريم ليلي في الحياه جبته من ذا بودي شوب اللي هو دروبس اوف يس. بصوا ده شكل الكريم، في باقي منه اهو موجود عندي. الكريم تقيل بس مكوناته بصوا يعني ماسك فعلا، ماسك بتحطيه كريم تحطيه على بشرتك بالليل بتصحي بتلاقي مدي نضاره للبشره بشكل حلو جدا،
بصراحة ده من أحلى الحاجات اللي انتي فلوسه فعلا يستاهل فلوسه وبيقعد معاكي وقت طويل، وميزته ان انتي مش هتستخدميه بشكل يومي، يعني المفروض ان تستخدميه كل 3 أيام، كل 4 أيام، كل ما تحسي ان البشرة مجهدة تبدأي تحطيه، وبتصحي بتلاقي نضارة ملحوظة منه. ده من ذا بادي شوب. هكلمكم كمان عن أشهر كريم موجود من أوريفليم، اللي هو كريم دايموند. المفروض ان هو فيه جزيئات من الألماز، وان هو بيدي تفتيح للبشرة ونضارة، وهو تقريبا أغلى كريم موجود في أوريفليم. هو ومكتوب عليه ان هو انتي ايدجنج، وان هو بيحمي البشره من الخطوط الرفيعه وبيحاول يملى الخطوط اللي موجوده. بس صراحه انا يعني اصطدمت فيه، شفته ككريم مرطب خفيف، حتى يعني في جزيئات في الكريم كده بتدي لمعه للبشره، هي كانت بتضايقني، كان مثلا في كانك حاطه شويه فضه كده منطوره، شويه جليتر على بشرتك، فانا ما حبيتش الموضوع ده جدا. واللي كان صدمه بالنسبه لي ان سعره يعادل مثلا فيجي ولاروش والحاجات دي، يعني سعره كان تقريبا ب 1000 جنيه او 1000 بشويه. فان انا اجيب كريم زي ده، المفروض فيه، هو فعلا فيه جزيئات من الالماس، المفروض ان هو يدي نضاره حلوه للبشره. انا كنت بحس ان هو كريم مرطب عادي ما فيهوش اي حاجه، رطب البشره ايوه، بس ما كانش علاجي لاي حاجه، هو ما فيهوش نسبه عطور قويه زي ما انتم متخيل. المفروض ان الكيشان جل ده مخصص لاصحاب البشره الدهنيه او المختلطه، هو خفيف جدا، مكوناته حلوه، ما فيهوش اي حاجه هتضر بالبشره، ولا بارابين ولا سيليكون، في زيت اللوز الحلو الانتاين، فيتامين اي، ترطيبه معقول، بس كانت هو قوامه خفيف خالص. ده كان حلو، البشره كانت بتمتصه حلو، بس كمثلا في الصيف، لكن في الشتاء ما كنتش بحس ان هو بيرطب على بشرتي، كنت ساعات بحس ان هو استيكي شويه على بشرتي، وان هو بيلزق شويه، كنت بحس ان هو بيدي غمقان شويه للبشره، مش عارفه ممكن يكون بما ان في شويه زيوت. بس انا برضو انا مش هكرر الكريم ده تاني. الكريمات اللي انا كنت منبهره جدا وانا بجربها، اللي هو كريم ايفا هايلورانيك اسيد النايت كريم. الكريم ده من احلى الكريمات اللي ليها لترطيب البشره. انتي لو عمرك لحد 30 سنه او 35 سنه هتستخدمي ده، هتحسي بترطيب حلو جدا. هو ولا هو تقيل قوي ولا هو خفيف قوي، البشره بتشربه بسرعه جدا، وكنت بستخدمه بيدي ترطيب ونضاره، هو كريم ليلي، فهو من احلى فعلا الكريمات الليليه، رغم ان سعره معقول، سعره مش عالي ولا حاجه، كنت بستخدمه برضو على ايدي. فبجد كريم ايفا ده اللي هو هيلورونيك اسيد، ممكن يكون فيه نسبه الهيلورونيك بنسبه بسيطه، بس فعلا هو بيرطب البشره وبيدي لها نضاره. ده من الكريمات المصريه اللي فعلا يعني انا بحترمها جدا، وممكن ان انا اكرره تاني. اكلمكم بعد كده عن كريم بايفاز او بيفاز. المفروض ان الكريم ده كريم ترطيب مخصص لكل انواع البشره، بس انا بيتهيألي واكاد اجزم ان هو مش مناسب ابدا للبشره الحساسه، لان كله عطور. ترطيبه حلو وقوامه خفيف، انا كنت بستخدمه ايوه، بس مش بعتمد عليه كترطيب اساسي. ممكن ان انت تحبيه لو هو مثلا قبل المكياج يدي ترطيب حلو، بيزيد شويه على البشره، فمش هيكون برده حلو لو انت بشرتك دهنيه بزياده، وكمان الروائح اللي فيه دي كانت بتضايقني. انا كنت بستخدمه كمرطب للجسم، كان بيبقى احلى كتير وسعره معقول بالنسبه للترطيب، فانا حبيته كمرطب للجسم مش كمرطب خالص على البشره. ولو انت بشره حساسه ما انصحكيش ابدا انت تستخدميه. اشهر كريم كان نزل كده بقاله فتره، وفي تقليد وفي اوريجينال وكده، هو كريم فيتامين اي. ده المفروض ان الكريم ده فيه فيتامين اي وخلاصه اللوز، وكمان فيه جليسرين، زيت اللوز الحلو، ومش عارفه ايه، وزيت جنين القمح. بس الكريم ده بعد تجربتي هو فيه عطور تمام، وترطيبه كويس، بس بمرور الوقت بتحسي، شوفوا قوامه خفيف خالص اهو، بمرور الوقت وانت بتستخدميه بتحسي ان هو بيجفف البشره. طب ليه هو بيجفف البشره؟ لان داخل فيه نسبه كحول عاليه جدا فوق ما تتخيلي، فانا ما حبيتهوش برده قوي للبشره. لو انت سنك تحت ال 20 او مثلا لحد 25 ممكن يكون حلو بالنسبه لك. هو كريم امريكي وكان واخد ضجه كده وشهره لفتره معينه، وبعد كده محدش سمع عنه حاجه، وكان بيتقلد وحاجات زي كده. انا برضو كنت بستخدمه لجسمي، كان بيبقى حلو قوي، والايدي نسبه الكحول اللي فيه عاليه لدرجه ان انت بتحسيها، انت بتبقي حاسه ان انت حاطه كحول على بشرتك. اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم واقول لك تشتري ايه وما تشتريش ايه. لو جربت اي كريم من الكريمات اللي احنا اتكلمنا عنهم اكتبوا لي في الكومنت، وانا هقسم الفيديو علشان ما تتوهوش مني، سواء فيجي، لاروش، لوريال،
واتمنى ان انتوا تعرضوا تجربتكم. ولو مش متابعيني على القناة التانية فايتكم كتير، هتوحشوني. رنا داوود، باي باي.